دخول جامعي جديد ورقمنة واسعة يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. جامعات الوطن كانت في الموعد من خلال إطلاق التسجيلات عن بعد ورقمنة عملية الإيواء النقل والمنحة الجامعية. القطاع في إطار معناها سياسة جديدة، معناها سياسة قطاع التعليم العالي، لا سيما المخطط الرقمي الذي نشره السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر 2022. كانت هناك جانب بيداغوجي اللي مشى بشكل كبير جدا، والآن معناها هناك كذلك وتيرة جديدة ومتسارعة وجد مدروسة اللي هي الرقمنة في قطاع الخدمات التي تمس معناها مستويات متعددة. قضية الأمن في الأحياء الجامعية كانت هي الأخرى في صلب الرقمنة. هنا بمدخل الإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون بالعاصمة لا داعي لاستظهار بطاقة الإقامة، الجهاز يسمح بالتعرف على هوية الطالبات في ثوان معدودة. البنات كامل راهم يجوزوا دوكا بوغ فار لوغ فاسيال، كان في الفاسيال تدخل ما كانش فاسيال ما يدخلش لا سيتي، الوغ سي بيان سيكوريزي بوغ نو. أجهزة ماسحات الوجه شكل من أشكال الرقمنة التي تعززت بها الإقامة الجامعية. العملية انطلقت قبل بداية الموسم الجامعي ولا تزال متواصلة لإدخال بيانات جل الطلبة المستفيدين من الخدمات الجامعية. لاحظنا باللي عملية الرقمنة راهي قاعدة تمشي بشكل عادي، أكيد معناها كاين بعض الإشكاليات المرتبطة بقدوم الطلبة من أجل تسجيلهم في عملية الرقمنة. هذه العملية راهي متواصلة وكل يوم معناها العملية هذه راهي تمشي بشكل عادي. خدمة الإدعام هي الأخرى نالت نصيبها من الرقمنة. هنا لا مجال للطوابير الطويلة في انتظار الوجبات، الجهاز يسرع عملية دخول الطلبة. في السنوات الماضية كان الدخول ببطاقة الإقامة كان يأخذ لنا وقت، دوكا بالجهاز تعرف على الوجه ولا أسرع. تعززت الإقامة على غرار جميع إقامات الوطن بمسيحات للوجه على مستوى المطعم ومستوى المدخل الرئيسي، وذلك تخفيفا للأعباء الخاصة بالمعاملات الطلبة على مستوى الإقامة من أجل الخدمات وتسهيل المعاملات. أمن وأريحية تقدمها الرقمنة للارتقاء بمستوى الخدمات الجامعية في الجزائر، خدمات من شأنها تحسين الحياة الجامعية للطلبة، ما يتيح لهم فرصة التركيز أكثر على التحصيل العلمي.